مساء الخير على الجميع بمونتريال وبيروت والشام واي مكان اخر في العالم. بدايه راح بلش مثل العاده بكلمه صغيره عن جمعيه جلجامش للي ما بيعرفها. جمعيه جلجامش جمعيه مستقله علمانيه وغير سياسيه قائمه على العمل الطوعي، وانا هون بحب حيي كل من عمل ويعمل معنا على انجاح وايصال افكار جلجامش للناس وللضوء. جمعيه جلجامش مانا سياسيه، لانه نحن ما بنحب، مو لانه نحن ما بنحب السياسه، لا، بصور كل العالم عندنا بالمنطقه بيحبوا السياسه، كلهم سياسيين بارعين. بالعكس، نحن مانا سياسيين لانه نحن مؤمنين بانه البنيه التحتيه المجتمعيه اهم بكثير من السياسه بحد ذاتها، مشان هيك نحن بنحكي مجتمع ما بنحكي سياسه. جمعيه جلجامش مستقله لانه نحن بنرفض الدعم المادي اللي حتما رح يجي مشروط. مشان هيك نحن بنشتغل بقدراتنا الماليه الذاتيه القائمه على التبرعات والاشتراكات، ولو كان ذلك على حساب الانتشار والتوسع. جمعيه جلجامش علماني، ونحن بنؤمن بالعلمانيه بمعنى فصل الدين عن الدوله طبعا، ولجم تدخل الثابت الغيبي بالمتحول اليومي. نؤمن انه هالعلمانيه هي حجر الزاويه لكل مين بحب يعالج او مين عم يحاول او بيهمه يعالج الامراض المجتمعيه المزمنه ببلادنا المعذبه. اسمحوا لي هون اذكر بنشاط جمعيه جلجامش القادم، راح يكون من 19 شهر، وهو نقاش فيلم عيد ميلاد سعيد او جويو نويل، سيناريو واخراج كريستيان كاريون، فيلم عميق للغايه وجدير جدا بالنقاش. شوفوه وشاركونا سهرة يوم السبت القادم. رابط الفيلم مجاني موجود على اليوتيوب، موجود على اعلان الجمعيه على الفيسبوك. كلمه سريعه عن هديه اليوم، وهي للاسف ما فينا نبعثها لبرات مونتريال، هي لسكان مونتريال يعني يحضرونا، هي نسخه من روايه الكاتب المعروف سلمان رشدي اسمها سنتان وثمانية شهور و28 ليلة. بالمناسبة إذا جمعناهم لهالأرقام اللي حاططها الزلمة بيطلعوا ألف ليلة وليلة، أقصد فيها شيء طبعا. هو على الراغمين بالاشتراك بالقرعة البقاء معنا لآخر اللقاء. هلأ هون حكينا كتير عن جلجامش حاجة، رح نحكي هلأ عن لقاء اليوم المميز المميز جدا. وميمة خليل بنت الضيعة، الفاكهة، عصفورة الشباك، الصغير اللي نامت وصحيت وصحيت ونامت على صوت الفن والعود والناي والطرب الأصيل بالبيت والمدرسة والجامعة. وميمة اللي طلت علينا من خلال فرقة الميادين مع الفنان الكبير مرسيل خليفي، بنوجه له تحية. وميمة البنت الملتزمة في زمن التغيرات الكبرى، الفنانة التي أرادت الحياة وعملت من أجل الحياة وصدحت من أجل الحياة، حياة الكرامة والجمال والوطن والمواطن. وميمة اللي غنت لكبار شعراء العرب مثل محمود درويش وطلال حيدر، وصولا الى هنري صغيب ونزار الهندي. هذه الاميمه هي التي سوف تكون معنا اليوم في هذا اللقاء. رح تحكي وتسمعنا، ونحكي وتسمعنا. هو لقاء بين اهل واحبه، بين مشتاقين ومتشوقين للهوى نظيف والقلوب نظيفه والايادي نظيفه. هاني السبليني المهندس اللي عاش صراع ميثولوجي، الصراع الميثولوجي الخالد النبيل بين الفن والموسيقى والجمال من جهة، والآلات الحاسبة وأوراق المشاريع والحسابات من جهة ثانية. فكانت الغلبة للفن الجميل الطري المبدع والممتع على قسوة الأرقام وجفاف الإحصاءات وومض الديود المغري. هاني السبليني اللي عرف الفن من صغره كما أميمته، أو بالأحرى أميمتنا جميعا، فأحبه وسبح باتجاهه مقاوما كل من وكل ما حاول أن يقف بطريقه. يساعد في ذلك الحلم الجميل وأمكانية التغيير والتأثير عبر مفاتيح السلالم الموسيقية والعلامات البيضاء والسوداء. هاني السبليني صديقنا العزيز، الفنان الذي يرى في الفن والموسيقى، لا بل وفي الحياة برمتها، لعبة جميلة تستحق أن تلعب لما فيها من خير وجمال وخلاص للنفس. أعمال هاني الموسيقية والفنية وإبداعاته كعازف بيانو ومؤلف وملحن تتكلم عنه. حبه في التجديد واقتحام الآفاق المجهولة سمح له، بل دفعه دفعا إلى أن يحلق في فضاءات لم يسبقه إليها أحد. أميمة الخليل وهاني السبليني اليوم زوج يتقاسم الحب والفن وهموم الوطن المعذب، شكلا مع بعضهما ثنائيا فنيا عز نظيره بهالأيام. هن معنا اليوم عبر الإنترنت، فأهلا وسهلا فيكم أميمة وهاني، نورتونا، تفضل. اهلا اهلا فيكم. يا الله شو حلو هالتقديم، ويا الله شو حلو هالجو، ويا الله شو حميم، وقديش عزيز علي انا وهاني انه نكون هيك يعني بلقاء بسيط وكل واحد من مكان بهالمعموره الخربانه، ما عاد اسمها معموره
شكراً عن جد، شكراً للتقديم، شكراً لاستضافتنا أصلاً. وهيك يعني فوتوا على يومنا طعمي ولون مختلفين، ونحن بحاجة لألون، ولابد أنه يعني هالليلة بفتكر وهاللقاء أنه يترك شيء بقلبنا، ونتمنى أنه يترك شيء كمان عندكم عند كل الناس اللي عم يشوفوا. هيدا هاني، ما بعرف هاني، هلأ بنتعرف سوا. لو بتحكي لي عن الفكرة، لو بتحكي لي عن الفكرة اللي مبينة علي من جهة الشمال شوي بكون منيح. مبينة؟ من جهتي أنا. الحقيقة وحي أنا اللي عم بوحي له. الحقيقة يعني محتار كيف تبلش، مش عارف كيف تبلش، لأنه في كتير أشياء بدي أحكي عليها، بدي أحكي عنها، ومش حابب أبدأ بشي حابب حدا يسألني حتى أنا أحكي. حق معك. فضل هيك يعني إيه. ف بس انت شوف هلا، بس حدا يسالني بطل بسكت. انا بساله هلا. انا هلا نحن الحقيقه هذا الحكي لاصدقائي اللي عم يشوفونا ويحضرونا، نحن محضرين كنا قايلين حوالي 20 ل 30 دقيقه حكي انا مدام اميمه ومسيو هاني بيحكوا اللي بدهم اياه، وانا رح ساعدهم باسئلتي انا شخصيا مشان يحكوا. لكن بعد ذلك بعد 20 او 30 دقيقه بنقول انه انتهى الحكي، هلا دور الاسئله. فالحقيقه نحن كثير شاكرين مدام اميمه ومسيو هاني على وجودهم معنا وعلى انفتاحهم على فكره انه يتقبلوا اسئله مفاجئه، لانه اسئله ما أنا محسوبه ابدا. بالعاده باللقاءات بتكون الاسئله مكتوبه على ورقه بيعطوها قبل، والواحد بيقراها وبيحضر اجوبته، لكن نحن اليوم ما عندنا شيء محضر، بلا ورقه وقلم، الاسئله مفتوحه للكل بمنتهى المحبه بمنتهى الاحترام لاميمه ولهاني. هلا انا راح اسالكم اميمه وهاني سؤال يلي ببالي انا الحقيقه، يلي شاغل لي بالي مثل ما بيقولوا، هو كيف عايشين يا عمي انتم ببيروت؟ كيف حياتكم اليوميه؟ كيف تنزلوا بتشتروا؟ كيف العالم الكورونا، الوضع الاقتصادي، مشكله البنوك، كيف عايشين؟ شو يومياتكم؟ خاصه انتم جماعه جماعه الفن، او بالاحرى الجماعه، خليني اسميكم جماعه الفن بما انه عندكم جماعات كثير، كل واحد له جماعه، جماعه الفن والجمال. انتم عايشين على العلاقات مع الناس بهالوقت الكورونا، بهالوقت الاقتصادي انقطعت هالعلاقات، كيف عايشين يا عمي؟ كيف عم تتحملوا ذلك؟ مدام أميمة تفضلي من عندي. بالنسبه للتواصل الحقيقه عم نتواصل، يعني عم نتواصل، ما بعرف اذا هو وهم انه نحن عم نتواصل، بس في ناس بيهمونا ونحن منهمون، عم نتواصل نحن وياهم، وفي هالمنصات التواصل الاجتماعي الرسمية خلينا نقول كان لإلي أو لهاني، عم نحكي مع هالناس، عم نحط أشياء عم نعملها بالبيت، عم نحط أشياء قديمة. هلأ قصة اليوميات اللي هي البنك مثلاً، أنا البنك ما بعرف وما بروح على البنك، بعرف إنه هاني كل ما بيروح بده يحول ابننا بألمانيا عم يدرس، بيرجع فينا نعمل مشكل لما يرجع، يعني هيدا صار يعني ريتويل. إذا بيروح يعني اليوم اللي بيرجع هاني على البيت بكهرب، يعني معناتها كان بالبنك ومهندس كهرباء هو. إيه. فهو ما بعرف، حتى مع انه مهندس كهرباء بس ما عم يقدر يستوعب كل هالكهرباء اللي بتجي من البنوك. فالحقيقه في تقل كبير على هاني باليوميات، في تقل كبير على هاني انا بالبيت اجمالا، وعم بعمل يعني عم بشغل حالي غير انه شو بعمل بالبيت. في حسنات صارت انه نحن ما كثير كنا نقعد بالبيت وما كثير كنا ناكل بالبيت، صرت كل يوم انا او يوم اي يوم لا عندي اكلين، يعني عم ناكل بالبيت، ما عدنا ابدا اكلنا برا. طبعا ما عم نروح ولا عم ننعزم ولا عم نعزم الا يعني ما ندر، اللي هن كثير قراب واللي بنعرفهم منهم مخلطين ونحن مش مخلطين وهيك. وملاقي طريقه كمان، اول فتره الحقيقه كانت بالنسبه لي صادمه، انه كيف يعني ما استوعب انه نحن فينا ننام 24 ساعة وفينا نضلنا صحيين 24 ساعة، ما في شيء، ما عارفين شو بدنا نعمل بكرة، ما في شيء نعمله بكرة، ما عارفين أمتى بدنا
إذا رح نرجع لحياتنا الطبيعية، أمتى بدنا نرجع للحياة الطبيعية اللي بنعرفها؟ وأنا شخصياً في يعني هم كتير كبير بعده موجود بس عم يخف شوي، هو كل ما بحط راسي على المخدة بفكر إنه أنا يعني عندي شاب عمره 23 سنة عايش بألمانيا صار لي سنتين ما شفته، هو علقان هونيك لأنه إقامته بالبلدية بعدها ما طلعت لأنه كمان هونيك فايتين ببعضهم، ونحن بفيزا سياحية ما فينا نروح نشوفه. فأنا مع يعني هاي الفكرة كتير غلبتني وكتير بتعذبني وما بتخليني نام، يعني كيف هيك؟ يعني كيف ما فيني شوف ابني أنا ومش عارف أنت بدي شوفه لأبني؟ هذا هم كتير كبير الحقيقة ما بيفرقني، بيخف لما بيحكيني ندي ولما بسمع صوته أو لما بشوف صورته بتأكد أنه هو منيح. وأول فترة لما كان يحكينا كان يعني يحكينا فيديو يطلع فينا هيك بشكل أنا وبيو بده يتأكد أنه نحن منيح ومش عم نقول له هيدا الشيء بس حتى نروقه. فعم برتاح شوي لما بنحكي الكول نحن وندي، بس بعدين برجع لنفس الهم أنه إذا طرد، إذا انعدى، إذا صار معه شيء عذاب عذاب، يعني عذاب ما بعرف أمتى رح يخلص. الشغلة الثانية المنيحة اللي صارت معي بالحجر لما هيك يعني هذه الصدمة ثالث يوم رابع يوم هيك بلشت قلوا لهاني لا ما معقول، يعني أنا ما فيني يكون هيك، ما بقدر يعني بدي لاقي شيء أعمله. رح فتش على النت إذا في شيء أبليكيشن أعمل فيديوهات لأغانية اللي ما أنا مصورة. وهيك صار لقينا أبليكيشن اسمه Power Director وبلشت أعمل هالكليبات. الحقيقة أخذوا يعني عملوا لي هيك جو حلو وأخذوا مني كتير طاقة سلبية شلوها وشغلوني. فصار مش هين يعني هذا الشيء لحتى واحد يعمله. أنا بصور، بحب إني صور بتليفوني، وهلأ هاني بيحكي لكم عن حكيت كتير بس أنا هلأ بعطي الدور بيحكي قد ما بده. من هودي الصور كمان يعني من عناصر الصورة عادة بعمل كود بحكي شيء له علاقة بعناصر هالصورة اللي أنا مصورتها بتليفوني، والناس بتتابع على فيسبوك على صفحتي وتحب هذا الشيء، فقلت بدي استعمل هودي الصور بكليباتي واللي هني كمان لازم يكون لهم علاقة بمضمون الأغنية اللي أنا عم اشتغلها، إن كان شاب وصبية، إن كان مزاج، إن كان زوروني كل سنة مرة، إن كان عصفور، إن كان نامية صغيرة إلى آخره. عملت كتير كليبات بهذه الطريقة من صور أنا طبعاً، يعني عملت الأديتينج وكتير مبسوطة من حالي إن عملت هيك. قصة الغنى إني أنا كمان ما فيني إلا ما غني. طيب الصوت يعني بيجنزر كمان على القعدة، يعني حرفياً بيجنزر يعني يصدق. فصرت أقعد هيك نقي محلات بالبيت وحاب بغني في أغنية هيك كتير تلج علي اللي هي ساعدني يا نبع يا نبيع لسيدي فريد. قلت قعدت حطيتها قلت له لهاني ساعدني ثبت لي هالكاميرا بمحل وغنيتها وصرت أعمل هيك. مرات أقعد على الحيط الأحمر، مرات أقعد بالصالون، مرات أكون بالستوديو عند هاني وغني. وكمان لقيتها يعني هذه طريقة التنفيذ وطريقة كمان لمواصلة التمارين الصوتية، وأنه لازم أتمرن لحد يعني لازم أتمرن لحتى أغني. إذا بدي أغني وطلع شيء للناس لازم أتمرن، فصرت مجبورة أني أتمرن بشكل يومي مينيموم ساعتين وعم بغني. في اشياء كثير جديده عم ننتجها انا وهاني لازم تخلص. هلا برجع بحكي بيطلع معي شيء برجع بحكي رح جاير الوقت لهاني. مش رح اعلق على موضوع المتاهات اللي عايشين فيها بلبنان لانه ما حدا منكم حيقدر يفهم تحديدا كيف الوضع بيكون بلبنان. أنا برأيي لا شك على أنه الوضع هو وضع الحياة المعيشة بلبنان
يراد لها سياسيا ان تاتي على هذا ال ان تنزل لهذا المستوى من الحضيض الاجتماعي والمالي والاخلاقي. الحقيقه احكي عن فتره ادار، يعني بدا كورونا، نحن شوي كورونا استوعبني قبلكم. يعني انا بذكر على انه بس بلشنا نعمل حجر ببيروت بلبنان كانوا بعض اهل مونريال مش مستوعبين شو الجنون اللي عم بصير بالعالم. لبنان دغري استوعب جنون كورونا. وراح احكي منطلق كثير بوزيتيف مش نيجاتيف بصراحه، ما بعرف اذا حتى يهويكم هذه الشغله. انا كون شخص، انا اصلا شخص بيعيش عزله كثير قديمه، لانه ما في تعايش انا والناس كثير، وافكاري كلها بحاجه الى اربع حيطان مسكرين، وعايش حياتي تقريبا هيك. يعني انا نهاري بالحياه الطبيعيه لما كنا عايشينها كان خلل نهاري على الاقل 10 ساعات او 12 ساعه عزله تامه مع حالي ومع افكاري. حتى المكتب اللي اخده اربع طوابق تحت الارض، يعني حتى ما بشوف الضوء، لازم نطلع على الضوء لحتى قابل الضوء. سو لما اجى كورونا بالنسبه لي انا مدري شو خلق عندي بنفسيتي شيء، قلت ساعد خاصة بس بلش الحجر بلبنان، والحجر بلبنان تقريبا شهرينه أدار نيسان أيارنه. طبعا الحجر كان ينكسر، يعني طبعا كان فينا نظهر نهار والليل ممنوع نظهر والقصص. ما كان بعد خطورة الكورونا مثل ما هي هلأ موجودة. يعني هلأ إحنا بمجتمعنا أنا واقف صرت بعرف اللي حوالي انصاب، يعني جاري اللي بوجهي، يعني عمي، يعني ابن خالي، يعني صاحبي، يعني عرفت كيف، خيال أميمة كذا، هوف بلش تقرب كتير علينا لهيدا. قبل لا، قبل كنا نسمع 100 إصابة 30 إصابة ونقول هالإصابات ما نعرف حدا منا نحن. اليوم صارت 1100 إصابة، 1800 إصابة بالنهار، تخطينا 2000 بالنهار. سو خلص صارت عم تقرب عليك القصة، وصرنا هلا عايشين بحالة هلا فعلا نحن القلق عايشين فيه والاضطراب. إنما فترة أدار لا خلال فترة لا أكتوبر، يعني هاي الفترة كان الوضع مختلف شوي. كانت الطبيعة بلشت تنضف في بيروت، عارف بيروت مدينة كتير ملوثة، بلشت تنضف في بيروت، بلش الشتاء يتأخر لحتى يفل، شتت بحفيران عندنا نحن مثلا، شفنا عصافير، شتت بجوان، شفنا انواع عصافير ما كانت تزور الطبيعة البيروتية، عم نحكي المدينة مش الطبيعة الجردية او الجبال. سو هذا كله اعطانا امل وحي، وانا صراحة استغليت كل لحظة كل ساعة وبعدها عم استغلها بالدرس والعمل والاجتهاد، لانه مدري كيف طلع في عندنا انطباع انه يا اخي طب هالفتره اللي احنا قاعدين فيها صار محتوم عليك انك ما تعمل شيء، ما فيك تعمل شيء، طب كيف بدنا نقضيها؟ قلت لحالي طب انا في عندي نقص كثير بمعلوماتي بالموسيقى لازم اعطيها، فرجعت درست. نقص كثير بتقنيات الصوتيه اللي انا كنت بطمح وبحلم اني حققها وبلشت حققها. وسحبت انا معي تحديدا غير نوع بقى من يعني عم تولد عندي، يعني بحس عم يولد عندي نوع من المهنه او الشخصيه مختلفه جدا عن اللي كنت عايشه قبل بأدار. هذا حسنات كورونا وحسنات فتره الحجر، لحتى اجى بالاخير ما بعرف اذا شفتوا الرابط اللي نزل يومين الخميس اللي هو الحفل اللبناني مع اليو ان تي بي. معلوم هذا المشروع اللي اشتغلت سنه انا، مع الاسف المشروع تحقق لانجز سنه بجوان 2019، ولا بنستطع ابدا اطلاقه لانه اجت باكتوبر الثوره ببيروت، وضلت تعمل ارتدادات لاجى ادار كورونا. لحد ليله الخميس الماضي لقدرنا اطلقنا هذا المشروع، واطلقناه الحمد لله بشكل بس تعبنا فيه كثير. فانا اللي بقدر اقوله من خلال هذا المشروع حققت انه قدرت عم غير من نظام صوتي كموسيقى. يعني ما بعرف حتفهموها اكثر، عاده الموسيقى والمؤلف يكون عنده ساوند،
العالم تعرفوا هذا حاسينه بيشبه صوت هاني سبليني كيف بيألف، او هذا زياد رحباني ايه لا مش زياد بلا زياد ما حدا غيره بقول هذا الشيء. فالعالم تعرف الفنانين او الموسيقيين او المغنيين معروف من صوته بينعرفوا يعني الاداء، بس المؤلف يعني اذا في يلعب على الناس بيقدر يلعب لما في يغير لعبه كماليه الصوت عنده. فهذا اللي عم نتعلم جديد وعم نغير من كل الشخصيه الموسيقيه. ليش كنت تساعدين شخصيه الموسيقيه؟ ما طلعت معك شخصيه الموسيقيه. خلينا نسوي خلينا نسميها الهويه الموسيقيه، الطبعه الموسيقيه، الطبعه الموسيقيه. سلطه نزار، الهويه الموسيقيه، بس هذه الهويه الموسيقيه نزار ما بتعني على انه انا اغير خط واكتب خط ثاني، انا لازم ادرس ارجع عن جديد من الباز. يعني لازم نبدا من الباز مثل الاطفال وارجع اطلع اطلع اطلع. والتقنيات الموسيقيه بدك تعمل معها تقنيات صوتيه وسوفت ويرنج وبرامج و100 الف شغله، وتعيش مع اليوتيوب فتره طويله مع التوتوريالز مع الكتب مع القصص. فكان في وقت كثير منيح اتحقق وتاكدنا من شغله مهمه، هذا الوقت كان موجود بحياتنا. انا ما كان ما عندي وقت، انا كان عندي كثير وقت بحر بس كنا نلتهي فيه. كانت اغراءات الدنيا راكدين وراها ومتاع الدنيا، وتع روح مول وتع روح ما بعرف وين وتع 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 وتع. هلا لا بالعكس ركزين وفينا نكمل هيك الحقيقه، فينا نكمل هيك يا ريت. بس مش بس نحن اللي بدنا نكمل هيك، اكيد الـ يعني كيف يقولوا الدائره اللي نحن فيها كمان بدها تساعدنا لحتى نكمل هيك. اذا كلنا سوا رقنا اكتشفنا انه رقنا كثير يعني، ويا ريت منضلنا. وين كان هيدا الرواق قبل كورونا؟ وليش ما بيكمل من بعد ما يفك الحجر؟ فهذا سؤال عن جد سؤال كثير كبير عندنا. وفي نوع هيك من الراحه اللي صار نلاقي طريقه من نعيش. يمكن انا بقول انه وبحكي مع اصحابي هيك واهلي والمقربين انه يا عمي مش كنا وطرانين شوي؟ بقول له يعني لازم شوي هيك نروق، لازم نروق. يعني ما بيصير لنا شيء اذا رقنا، بلكي بنرجع بنلاقي الاشياء الحلوه اكثر بتطلع منا. ما عدنا عم نعمل اشياء حلوه، ما عدنا عم نقول لبعضنا اشياء حلوه، صرنا هيك على الماشي بنحكي مع بعضنا حبيبي. كلمه حبيبي بنقولها للكل، صرنا يعني انه حدا عم يسلم عليك على الطريق. انا مثلا بشوف شخص لاول مره بس هو شخصيه عامه، بس اول مره بلتقي فيه وجه بوجه، اهلين حبيبتي ومي ما كيفك، انه يعني ما بعرفك انا لحتى يعني هل يعني هيك فوضى وهيك اذا خش ايه بالضبط. يعني لا شو خش بوش، بس لا بنعرف نشتغل مع بعضنا ولا بدنا نشتغل مع بعضنا. شو بينفع انه تقول لي هذه الكلمه وانا ما فيني التقي انا وياك ولا على عمل مشترك نقدر نحققه؟ ف كورونا فضحت كل هودي الاشياء، وما بعرف يعني يمكن في ناس وعيت لهذا الشيء. ليه لا ليه وعيوا وتقدر يعني تعيش معه وتصير احسن. يعني كورونا عطيتنا فرصة إنه نحن نصير أحسن، بس ما بعرف قديش من الناس راح تستفيد. اللي شايفينه ببيروت المدينة اللي نحن عايشين فيها إنه ما بدهم يتعلموا، والفساد يعني هالشر وهالوحشية وهالفوضى اللي بتكوين الكائن البشري مش عم بفهم كيف. طب ليش الكائن ما بيشتغل على حاله شوي، بيروق شوي، في يعيش بهيدي الفوضى مثل ما في يعيش بالرواق؟ يعني انه شو بيصير اذا رقنا؟ تشفع التكنولوجيا عملت فعلها. التكنولوجيا اليوم التكنولوجيا مش بحاجه للشخص يكون مثقف وتعلم جاهل او امي، حتى لو كان هو ما بعرف يعني بيفتح التليفون يعرف كلمتين، بيعرف شغل التليفون. التكنولوجيا عملت فعلا، التكنولوجيا خدرت عقول الناس لاتجاه واحد، اتجاهك بالدنيا واحد، يا اما فيسبوك يا اما انستغرام.
واثنين لفيسبوك سيابي تيك توك يعني عارف كيف العقول كيف مبرمجه قصدي هو العقول المبرمجه يعني ما قادر الفرد يقدر يخلق فكره لازم حافز يخلق له الفكره وهو يستعملها للفكره موجوده على قلبي احيها معلم تفتح معلم تشربه هو او تقليد او من قلب ايه والحقيقه نحن ما قلنا جلاده وانا دائما بحرض امام على انه ما بتفوتي بجدال مع حدا امام عنده شويه للناحيه الثوريه فيها انه بتجرب لا بدك توعي لكذا انا توعي ولا شيء الناس ما قادره تحمل حدا عم بيعلم عليها او يديرها او يحاول يوجهها نعرف كل شيء كله بيعرف كل شيء وكله ما ناقصه يعني 0.00001 من معلومة كل المعلومات بنعرفها لأنه موجودة على النت ونطلع من جوجل ومنشوفها على جوجل فمأساة الحقيقة مأساة حياتنا هيك بهالشكل ما ممكن تستمر والفساد عنا بلبنان منه فساد الطبقة السياسية بس يعني ما عم دافع عن الطبقة السياسية أكيد بس يعني هاي الطبقة هي من مجتمعنا مش جاي من المريخ صحيح. يعني اللي صار خلال هالفترة الحجر وخلال دولار كيف طار والثورة والفوضى وكل شيء صار بهالفترة من سنة لهلا يعني نحن عم نزيد فساد التجار مثلا التاجر اللي عم يطلب غالي الدولار دغري الدولار والليرة وكذا وما نشوف هنا وتأقلمنا مع السعر الجديد اللي نحط حسب سعر الدولار طيب عم نشتري الشغلة مثلا اليوم ب8000 بعد ما تغلي بعد ما غليت بكرة ليه بدنا نشتريها ب12000 شو السبب اللي غليت بعد 4000 ليرة زيادة يعني في كتير أمثال على الفساد اللي هو الناس ما عم ترحم بعضها ما عم تتعلم ولا من مصيبة ولا من نائبة الانفجار اللي كان فيك الانفجار اللي صار ما تتعلم منه الانفجار مات ناس كتير هجر ناس قاعدة ببيوتها يعني أنا بيتي نسبياً بعيد هالي ما كان بالبيت كان بعيد كان بالجنوب وأنا يعني أول شيء صار زلزال بالبيت وقفت وفقع شيء هيدا صار يقول انفجار بحد بيتي هيدا صار يقول انفجار حد بيتي كل واحد اعتبره حد بيته فيا عمي هيدي المصيبة الكارثة اللي حلت فينا الناس ما بدها توقف مع بعضها يعني بيوقفوا مع بعضهم بالهورة بس بالهورة وبالحكي وبشعارات يعني عم نشترها ونرجع نحطها عن جديد هي ذاتها شعارات ما وصلتنا لمحل ما حدا ليه كتير اللي عم يفكروا انه انا فعليا كيف بدي اوقف مع الثاني وانا الغلط عم يدور على غلط يعني غلط على ست الشعارات تعرف على انه الشعارات اللي اطلقت بفترة الثورة من سنة لهلا مثلا زياد الرحباني اطلقها بال 76 بإذاعة لبنانية مظبوط اذا بتحضري حلقة عاملها زياد الرحباني بعد ما طيبين قول الله هذا برنامج بلش بالإذاعة 76 ليك امتى تسمع الحلقة كانه اليوم معمولة ايه وفي غلط فكرك في غلط في برمجة على مر السنين لمدة 25 سنة استغنى هلا برمجة تنوصل لهم يعني خلينا مثلا نعطي ايه انتم في القلب نحن نحب مرحبا يا فؤاد نحن بنحبك كثير الحقيقه وانبسطنا كثير انه شفناك لما رحنا على تطوان شو كنت بدي اقول المثل الواضح خلينا نقول بالفن تتذكروا باول الثمانينات لما صار يطلع اسماء تغني وتعمل اغاني وتعمل حفلات خاصه وتغني بالمطاعم وصار سائدة فكرة إنه الفن مكانه المطعم
صارت سائدة هيدي. تتذكروا بهيداك الوقت كنا نقول يا عمي هيدا كيف بيغني، هيدا كيف بيغني، هيدي كيف بتغني، هيدي مش مغنية، هيدا مش مغني. إيه هودي الأسماء اليوم صاروا ديفا، صاروا هن بالنسبة للجيل الحالي صاروا عشوائي فولكلور، صاروا هن المثال الأعلى اللي ما فيك تفهمهم إنه يا عمي الفن، الفن انعمل لحتى يحكي عنكم، لحتى يحكي عن يبقى لأولادكم، لحتى منه تنطلقوا تربوا أولادكم. الفن ثوابت وقيم وما بتتغير، كيف بدك تقنعهم طيب وهني عم بيشوفوا كل الوقت انه هذا هو الصح لأنه ما عم بيشوفوا غيره؟ في قهر بهذا الموضوع. القهر مش علينا نحن وعلى الشخصية، يعني القصة مدى شخصية، القصة انه اجيال مثل ما هي خلص خلص صارت بمحل ما بقى فيك تلحقها. لحتى تفوت عليها وتقدر تخرق بدك تحكيهم بلغة اقرب ما يمكن، بدك تقرب قد ما فيك. انت عم تعمل موسيقى وانت عم تكتب نص او اغنية، بدك قد ما فيك تقرب عليهم لحتى تقدم لهم شيء تاني يرفع شوي المستوى. يعني هاي معادلة يعني تكاد تكون مستحيلة، يعني مستحيلة. في كيف بيقولوا، في خطوات ما في الواحد يعملها، في اشياء ما يعني ما في الانسان اللي بالنسبه له الفن هو ماده جاده، في اشياء ما في يعملها، في اشياء محظوره يعني بالنسبه له منا مفيده، واكثر من انها منا مفيده مخربه. فكيف بدنا نحل المعضله برايكم؟ هلا بلكي اذا حدا من اللي عم بيحضرنا في يعطينا افكار. يا ستنا نحن اليوم ما مطلوب منا نحل المشاكل، نحن اليوم مطلوب منا نتصبح ونتمسى بوجوهكم الحلوة ونسمع حكيكم الحلو. هذا المطلوب. بركي هالجلسة الجميلة بتخلي بتضوي كم لمبة بعقول الناس وبقلوب الناس بوعي الناس. هذا اللي حكينا نعمله. يعني نحن مثلا بجامعة جلجامشي أحد الأمثلة اللي ربما يعني عم تحاول تعمل مثل ما تفضلتي هلأ، يعني عم تحاول تعمل ذرة ضوء، ديود صغير على قولة هاني والهندسة الكهرباء، ديود صغير بركي بيضوي بشي محل يعني العالم بتشوفه. أما غير هيك شوف أنا نعمل هذا الحكي اللي عم تحكيه، بده ميزانيات دول، بده استراتيجيات دول، بده عالم يكون بتحب بلده أول شيء، بده عالم بتحب يكون قلبه على البلد لتحكي على الحكي، لتسمع هالحكي، لتفهم هالحكي. هلا أنا بالمناسبة بما أنك قلت ميزانيات دول وهيك، نحن الأسبوع الماضي خسرنا على المستوى الشخصي صديق طفولي وصديق مراهقة وصديق شباب، وعلى المستوى الرسمي مدير وموسيقي مهم كتير اسمه بسام سابا. بسام سابا يعني أنا وهاني بعدنا لهلأ ما عم نصدق إنه بسام راح. بلشت كورونا القصة، خلص من كورونا بس لقط بكتيريا تاني وما قدر، يعني مناعته خفيفة. الفكرة انه ليش مناعته ما ساعدته بسام؟ لانه على مدى 3 سنين بلبنان جابوه من نيويورك ليكون مدير المعهد الوطني، على مدى 3 سنين يعني ظلم كتير وتشنع فيه كتير وتحارب كتير، وهو يعني جاي لحتى يشتغل موسيقى، جاي لحتى يشتغل فن، جاي لحتى يشوف شو في يساعد بهالاشياء اللي عنده، بالامكانيات اللي عنده وبموقعه اللي هو موقع كتير مهم وحيوي ممكن يكون مؤثر ويساعد بقرارات تكون لصالح الموسيقى اللبناني ولصالح الاجيال التالية. ف يعني بسام على المستوى الرسمي ما حدا كان متجاوب معه، يعني هذا مدير المعهد الوطني العالي للموسيقى على المستوى الرسمي ما حدا متجاوب معه. طب كيف تنجاوب مع حدا ما هو مدير؟ صحيح. رحمة الله على بسام، الحقيقة كان خسارة لنا جميعا الله يرحمه.
ونحن منقدر وجهكم، وجه تعزية لأهله ولأصحابه، وجهكم لكم تعزية لأنه أنتم كمان بتمثلوا لبسام، بتمثلوا فكرة لبسام وخطة لبسام. الله يقويكم على فعلي اللي أنتم عم تحاولوا تعملوه، وإن شاء الله إن شاء الله ما بتتكرر، إن شاء الله ما بتتكرر. هلا أنا رح خفف الجو شوي وأسألكم على الشجر اللي وراكم، شو قصته هيدي؟ شجر حلوة هاني؟ رح قوم شوي لشوفوها أنا. هاي شوفوها؟ باينة؟ باينة عليكم؟ ما فينا نحرك التليفون نقرب عليها، بس على كل حال أنا صورت منها كتير آيتمز، يعني تقريباً الأجمل، وحطيتهم بغنية بموسيقى عملها هاني، مقطوعة موسيقية غنيتها أنا طبعاً بس فوكاليز بدون نص، اسمها مزاج. هذه الشجرة أنا بالنسبة لي أنا شخصياً بدون يعني قبل بدون نوال وقبل نوال وما قاله عليه قبل كريسمس الموضوع، أنا بحب الشجرة العارية، يعني تفضيلي بالطبيعة هو لنوع من الشجر، لا الأخضر ولا بحبهم أكيد، بس هذا أول يعني أول خيار بالنسبة لي بيشدني هذا الشيء، ما بعرف ليش. فقلت إنه بدي أعمل هيك، يعني شجرة طبيعتي بدي تكون هذه الفكرة هي غصن يابس حقيقي وأنا عم بحط فيه الحياة، عم برجع له الحياة. فطلبت من صديقتي ميرنا سركيس، مرحبا يا ميرنا إذا عم تشوفينا، جيبي لي يا ميرنا، عندهم هني بيتهم بالضيعة، لما تشحلوا هالشجر جيبي لي غصن من التشحيل لحتى زينه، وهيك صار جابت لي ميرنا الشجرة. والايتمز اللي فيها والزينه اللي فيها، يعني انا عملت اشياء وفي اشياء جبتها من الارتيزانال لانه ما بيلبق لها الزينه الثانيه اللي هي بيحطوها عاده على السفاح، جربت يعني ما لبق لها. فالحقيقه يعني هيك كثير سبيسيال الشجره بالنسبه لي، وما بحب شجره ثانيه عليها، يعني ما بعد لهلا صار لي سنين معها وما بيخطر لي ابدا اني ارجع على نوع ثاني من الشجر او لون ثاني من الشجر حتى لو كان اخضر. في ايتمز عم نجيبها انا محل عم نسافر. ايه في كثير اشياء عم نجيبها من كندا، من المانيا، من اوروبا، من غير بلدان، من امريكا. فا لذيذ الشجرة. وين بنروح نجيب حتى لو شغلة او شغلتين، فجمعوا على مدى السنين. بدكم تشوفوا شو فيها اذا حبيتوها. شوفوا طلعوا على اليوتيوب شانل تبعوا لي وشوفوا ده وفتشوا على غنية اسمها مزاج، بتشوفوا شو يعني شو هي زينة هالشجرة. أكيد رح نشوفها، والحقيقة هي بتعبر على إرادة الحياة عندك وعند هاني، يعني إنه شغلة إنه شجرة ميتة أنتوا عم تحيوها. الحقيقة هذا الشيء اللي عبرنا عنه اللي كنت عم تحكوا فيه هلا، واللي كان بسام سبب بده إياه. على كل الله يرحمه مرة تانية، وإن شاء الله مشوف فيكم التتمي. هلا الوقت الحقيقه مشان نكون مخلصين البرنامج اللي عملناه هلا صارت الساعه 3:42 دقيقه، نحن بلشنا يمكن انا بلشت 4 دقائق، عملنا 5 دقائق القامش وبعدين بلشت الحكي. هلا الحقيقه هو الاهم ربما بعد هالكلام هذا الحلو اللي حكيتوه، انه العالم تسالكم بقى تدخل معكم ديركت سؤال وجواب. انا رح احاول جهدي يكون الموديراتور يلي عمليا بس رح يحاول ينظم، خلينا نسميه انا رح اعمل اشاره مرور بس، يعني احمر اخضر اصفر بس مشان سهل مرور الناس يلي اكيد كثير عندها اسئله وحابه تسالكم اياها وتحكي معكم فيها. يلا نحن حاضرين، احنا جاهزين. يلي بيحب يحكي مثل العاده، نحن عملنا هي كذا مره صرنا عاملين قلقامش ندوه، يا ريت يرفع ايده بالكونفرساسيون. جوانا كيفك؟ جوانا هلا عرفت انه هيدا انت. ايه لا هي زبط شبك، بالاول ما كان قابل يفتح بس شبك على 3:10. شو الاخبار؟ يا الله شو فرحت شفتك جوانا، ليه بعدتي؟ ليه رحتي هالقد بعيد؟ شايفه الشب اخذك بهيك؟ هيك زوجي. تمام تمام ماشي الحال. الف مبروك، الف مبروك، ان شاء الله تكون حياتكم هونيك احلى من حياتكم هون، ونلتقي قريبا بلكي هونيك. ان شاء الله ان شاء الله.
أنا بنفع أبلش نزار؟ معلوم، تفضل السؤال إليك، تفضل. صار المايك معي. أول إشي بدي أشكرك أميمة وهاني كتير على المداخلة والتقديم اللي أعطيتونا إياه. بعد كل إشي بشع بالوطن العربي للأسف، من حروب وظلم وفساد ومأساة، معظم اللي بجوز موجودين هلأ أونلاين بيعيشوها كل حدا من بلده، بضل دايماً في إشي مميز وفي جانب إيجابي لبلادنا، رغم إنه الناس يعني اللي موجودة هناك هي اللي بتعطي الجانب السلبي في بعض الأحيان وبتخلينا ما نحب البلد، بس دايماً في جانب إيجابي ودايماً في ناس اللي هي منيحة، يعني حتى لو كانوا استثناء أو أقلية أو مش كل البلد هيك، لأنه مش اللي بيحكمونا هن المناح. فدايماً أنا بحكي خلينا نطلع على النصف المليء من الكأس يعني، ويعني نضلنا متأملين إنه يصير في تغيير في مستقبل أفضل، حتى لو إنه حالياً مش عم نشوف هذا التغيير بصير، بس دايماً ثورات الشعوب والتغيير بشكل عام بكل الدول ما بصير في يوم وليلة، يعني في صبر، في مراحل بنعيشها بنستنى، وشوي شوي التغيير بصير وممكن نروح على الأفضل. هو هيك يعني، اكيد هو هيك يعني، لو ما فينا ما عندنا خيار اصلا الا نكون على طول بدنا نستمر، بدنا نلاقي طريقه نضلنا موجودين ونضلنا فاعلين من مواقعنا. بس لما بنقعد نحكي للاسف انه يعني قديش الاشياء المضيئه بحياتنا نسبتها مقابل الاشياء المعتمه والمظلمة. أكيد. فتلقائياً بيطلع الحديث أكثر وأسود يعني. بعتذر عن جد، بعتذر. أنا هون بتذكر. أنا بجرب قد ما فيه وخصوصاً على صفحتي والمحلات اللي الناس بتطلع عليها بشكل كبير. بجرب قد ما فيه يكون إيجابي. بس يعني قدام مثلاً انفجار مرفق بيروت. كيف الواحد يكون بهالمأساة إيجابي؟ ما بعرف. قدام موت وسام سابا بهالطريقة بعد عذاب 3 سنين بلبنان، قديش في واحد يكون إيجابي؟ مرات واحد يقول يعني بيتعب وبيقول بدي سب، بدي أقول، بدي أحكي شو ما كان، عرفتي؟ فبس بالنهاية أكيد الأمل هو اللي معلشنا، ما فينا يعني ما فينا نستمر إذا ما كان عندنا أمل. بتذكر هون كلمة المرحوم سعد الله ونوس المسرحي الكبير، قال نحن محكومون بالأمل. الأمل. نحن محكومون بالأمل. الحقيقة بس أنا يعني إذا فيني يعني مو بس محكومون، نحن محكومون بالعمل من أجل الأمل. هكل شكراً طبعاً. شكراً مدام جوانا على سؤالك. مين بيحب يطرح سؤال؟ يا ريت بس يكون برفع الإيد، رفع الإيد قصدي في هون طريقة إلكترونية رفع الإيد يا عمي. شغلي هون بك زر. هاني حابب تحكي مسيو هاني تفضل. لا لا عم عندهم كيف بيرفعوا الايد يعني. الفايل هات لشوف. طيب انا راح اسال سؤال ثاني اذا هيك. سؤال انا مستغرب الحقيقه، هو الاسئله كثيره اكيد. يعني انتم هل يا ترى بعتمه الاحداث، بعتمه هالجو رح نسميه، بعتمه كل شيء، فكرتوا تطلعوا تجوا لعنا مثلا؟ تفضل يا هاني استفيد. جرب يا هاني، كلك كلك كلياتنا سمع. ليك وين بعدك؟ نحن اذا قطعت علينا السنه كثير صعبه بكورونا، لو ما هالسنه كان ممكن نكون انا قاعد حدك هلا عم نعمل مقابله مع الناس. لانه ولا نحن لما رجعنا لما كنا بموريال السنه الماضيه اخذنا القرار النهائي وبلشنا نحضر، وبلش نحضر المحامي ونحضر الوراق واصحابنا يحضروا البروجيه. يعني كنا جايين بحمله ثقافيه مع موسيقيه شامله مع انترتينمنت على موريال، ونعيش بموريال. مع الاسف كورونا وقف، عطل كل هالبروسيجر. قبل كورونا وضعنا المادي، ايه احنا وضعنا المادي كان نحن ببيوت يعني تحديدا في لبنان. يستحيل معه، يستحيل معه يعني. ما انت عندك شو ما كان مبلغ المصاري اللي ببالك حطه بالبنك، ما في تحصل غير على $1,000 بالشهر. يا لطيف. $1,000 بيعطيك اياها على سعر السوق السوداء بتعمل $500. فدولارك البنك اللي ما بتحصل عليه كان دولار، عم تاخده لبناني
بس بسعر نص سعر السوق اللي هي سعر السوق السوداء يعني. سرقة رسمي. سرقة رسمي. يعني مثلا هلا اذا بتقول لي انا مش الحال كورونا قطعوا تيكت استعولة عندي على موريال بيقول لك حبيبي كيف بدي اشتري البطاقات؟ انت قل لي انا وبعتك البطاقة ولا يهمك. يعني محبوسين نوعا ما بس حنخلص من الموضوع قريبا. يا بينتهي الوضع بشكل ايجابي يا بينتهي البلد بالنهايه عرفت ما في عندك حد ثالث يعني عرفت يا البلد رايحه على وضع امني اجتماعي عاطل جدا جدا بتحكمه المجاعه يا اما بيخلق شيء عندك عرفت بهواء وفلك الوضع الاقليمي بيخلي لبنان يقوم من الكوما ما يقوم من السرير بضلوا بالسرير بس بيقوم من الكوما بيوعوا سو نحن طالبين يوعى لحتى الفيلم مش لحتى نبقى يعني عرفت علي خلص القرار اتخذ يعني هي جواب محزن لكن بضل جواب وانا بحترمك عليه مش محزن ابدا جواب انا بالنسبه لي له علاقه بنحن معلش كل حياتنا نضلنا اول شيء نحن بقارب نقطه لبقعه يكاد اليوم العالم يستسلخها من ذاكرتهم وهي فلسطين بعد فيها شوية ناس متعلمين بفلسطين إذا هود الناس انسلخوا عرفت علي كيف يعني معناته إنه أباحوا القضية وخلصوا منها وصار كل شيء عندك بقى تاني هين تخلص منه عرفت علي كيف فهذه شغلة ما حد عم ينتبه لها اليوم ما بديش تقول لواحد مثلا أنا قضية فلسطين إذا هي القضية بتسقط الإنسان بشكل عام الإنسانية بتسقط بالله مين فاضي يفكر مين فاضي بدنا ناكل بدنا نعيش 7000 هلا حتحكي لي بفلسطين يدبروا حالهم بفلسطين نحن هون ما عم نلاقي طحين ناكل عرفت علي كيف سو صفيت يعني صف واحد بيستحي من حكي كله وجع فروحتنا لهنيك كانت بخصوص انه هنيك فينا نضلنا نتنفس بموريال اتليست تمارس كل الشغلات النقيه اللي فيك ما تلحق ما تلحق البروباغندا اللي بتوصلك لمحل انه انت كتير بزنس وكتير بدك تعمل لا بتروح بترتاح بتتقاعد بتشوف الدنيا منيحه التفكير تبعك بلا ما تاخذ ثانيه لتقول كلمتك بتاخذ 4 ثواني لتقول الكلمه تبطا كل شيء عندك ولما يبطا عند الانسان حس التفاعل مع كل شيء حواليه بيبطا السرطان وبيبطا الخرف وبتعرف علي كيف بصير مفتوح عندك جو ثاني من ال يعني بيفتح عندك بدماغك قلت لي اي دماغ فيهم يمين ولا شمال اي واحد عم بيطلع هذا مايكتي انا عم شوف عندي اثنين بين وهيدا بده رياضه وهيدي الرياضه اللي بتعملها الذهنيه بدك كرامه يا زلمه بدك كرامه بدك ايش بكرامه بدي افهم عشورك دين يعني انا بس بدي اعرف السؤال اذا عنده جواب اذا حدا عنده جواب عشو عم نركض عشو عم ندعس على بعضنا؟ عشو عشو لوين بدنا نروح؟ لوين بدنا نوصل؟ انت معي شغله بلبنان، لبنان في عنده امكانيات مليون شغله في عملها اللبناني اذا بيتوحدوا على شغله واحده بيلاقوا طريق يتفاهموا مع بعض مليون شغله فيهم يعملوا لبنانيه ما عم نعمل شيء منهم نحن ما عم نعمل شيء نحن متعلقين المول اذا سكر خربت بيوتنا المول اذا سكر المول يا حبيبي ابي سير المول سكر يا سينمات ما عاد في اهلين عرفت علي شو ففي اشياء يعني ما في اللبناني عايش ماديات بتصور كمان الوطن العربي كله هيك صار كله عايش على الماديات صار انه بيحب التليفون والسيلفي والملفي والكوتشوفات شو اسمها هذه اذا انا فيني ريحكم شوي إذا أنا فيني ريحكم شوي نفسياً أنا في جائحة عالمية على هالصعيد عم تشتهر العالم الحقيقة كنا هذا بنحكي فيه مطولاً بعدين لكن بلبنان وببلادنا طبعاً أكثر لأنه المأساة أوضح رح ناخذ سؤال من الآن أم هاند يمكن اسمها ما بعرف أو سيد موسي أم هاند والله ما بعرف رافع إيده صار له فترة ونحن ناطرينه ليحكي أم هاند أهلاً وسهلاً أم هاند ما هيك مين عم تسمعني طيب لا يا ريت لو تفتح المايك لنسمعك لنسمع شو عم تحكي لانه المايكك الميكروفون عفوا مرحبا اهلا وسهلا سامعتي اهلا وسهلا فيكم اهلا وسهلا بست اميمه واستاذ هاني انا ندى من المغرب عمري 29 سنه
رح أحكي سوري بس لحتى نتواصل أسرع بشكل أسرع مشان وقت البرنامج. يعني أنا كثير مبسوطة بهالحوار اللي شاهدته اليوم. يعني أنا اليوم بدي أقول شغلة يمكن أنتوا واقعكم بلبنان وبالشرق ممكن يكون مختلف شوي عنا بالمنطقة المغاربية إلى حد ما، بس في كتير أشياء مشتركة. يعني إن كان بال يعني خلينا نقول بالإحساس بالظلم، يمكن بهالقهر، بما في مستقبل للشباب. ست أميمة حكيت عن قصة الأجيال. جيدة للفن أو بغير مجالات. يعني بدي أقول أنه أنا من الأشخاص اللي تربيت على ست أميمة، أنه ما بدي كبرها بالعمر ما شاء الله بعدها صغيرة، بس أنه تربيت عليها. وبدي أقول لها أنه ضلكن عم تعملوا هالأشياء، لأنه يمكن في كتير ناس قلال عندهم فكرة التغيير أو أمل بالتغيير، بس صدقوني وجودكم بحياتنا إن كان ست أميمة ولا مارسيل ولا كل الناس يلي بيزرعوا عنا أمل، بيخلي عنا أمل ببكرة. فنحن بننطر منكم النص الحلو، اللحن اللي بيرفع من مستوى تفكيرنا وبيسائلنا بواقعنا، وهي الشيء نحن بنحتاجه لحتى نستمر بالحياة. فما تيأسوا وخليكن عم بتشاطرونا فنكن الجميل وأفكاركن اللي بتحيينا لبكرة. شو حلو هالحكي، شو حلو هالحكي، تفضلي مدام أميمة سازاني، شو حلو هالحكي، تفضلي. أول شيء معجبة بلهجتك الشامية وفرحاني كتير إنه من المغرب أنتوا هالقد يعني حبكن الحقيقة غامرني بالمغرب عن جد بكون غامرني. وهذا الكلام اللي عم تحكيه انه انتم بتنطروا نص حلو وبتنطروا لحن حلو، ما تتخيلي قديش مهم بالنسبة لنا وقديش بيعطينا هيك يعني بيعليلنا معنوياتنا بالوقت اللي بتشوفي يعني فنانين التيك توك هلأ غازيين الساحة. كتير مهم طلتك وكتير مهم متابعتكم وكتير مهم هالدفع وهالحب. بشكرك كتير على كلامك. ونحن مثل ما قلنا من شوي أنا وهاني، ما ممكن إلا نكون عم نشتغل، اللي بيشتغل فن واللي بالنسبة لإله الفن هو عمار، ما ممكن يوقف وما ممكن يغير، لأنه بيكون عم بيخون نفسه مش عم بيخون الناس اللي عم بتسمعه، بيكون عم بيخون نفسه. ما هو اللي بالنسبة لإله الفن رسالة، يعني إذا خان هالرسالة وخان هالمسيرة بيكون عم بيخون نفسه مش عم بيخون الناس. يعني شكرا. ورح يروح هلأ هالكله اللي عم نشوفه. أنتم سعد الأمل لنا. شكرا. عم بقرأ شو عم يمروا عشان هالخراب كله اللي عم نشوفه ما رح يبقى منه إلا الناس اللي عمرت خلال هالفترة اللي فيها خراب. صحيح. إلا ما يجي يوم وإن شاء الله التغيير مثل ما قالت الأستاذة من شوي، يمكن بده كتير وقت لحتى يجي، بس بعتقد إنه قد ما طال الشر مثل ما بنقول إلا ما بيجي الخير بالنهاية، وإلا ما هل يعني بذرة الأمل إلا ما تنبت بنماذج حلوة ونماذج يعني تخلينا نشوف للأفضل. يعني عن جد بشكركم من كل قلبي على الجميلة جدا. لما الإنسان يدور على الخير بيلاقيه، صح، ما بيلاقيه بنفوس البشر، بيلاقيه بالطبيعة، بيلاقيه بحاله. بده يكون عنده فطرة أنه هو يكون عنده نفسية نظيفة ورمونية وقلب أبيض ليقدر يدور على الخير ويلاقيه. الخير موجود وين ما كان بأي لحظة، ما بيتغير منسوبه بقل. يا عمي حكي يكون حلو، حكي كتير وحكي يكون أنتو حلو كتير حقيقة، وهم جربوا الجمال كله ما بعرف.
يعني حكي بيشجع، حكي بيقوي القلب، حكي بيخلي الواحد يشوف شوية ضوء بهالعتمة. رح ناخذ سؤال تاني، أقلام عربية من موريال، في عنده سؤال رفع إيده صار فترة، ما بعرف مين معنا، المايك مفتوح، تفضل يا ريت تفتح الكاميرا كمان مشان نشوف مين عم يحكي. معلش أنا بنقذ ويني أستاذ نزار. أهلا مدام. يا هلا يا هلا بيك. مساء الخير، وبدي أشكرك أول شيء لإلك، لأنه ألف شكر على الهدية اللي هديتنا إياها بهاليوم. فعلا بدنا نشكر كورونا أنه جمعتنا بالأحباب ولو عن بعد. مساء الخير مدام أميمة، ومساء الخير أستاذ هاني، شرفتونا ونورتونا بموريال ودفيتونا بهالبرد هذا. عندي كم ملاحظة. أنا اسمي بان القزويني من العراق، أنا كاتبة. وتعرفي الإنسان أقلام عربية من مونتريال، إحنا مجموعة مثلكم. الحلو فينا إنه مثلكم، إحنا ناس الكارير الأصلي أغلبنا يا أما مهندس يا أما طبيب، بس نحب الكلمة الحلوة ونحب نرتقي بالذائقة العربية، لأن اللي موجود بمجال الفن سواء كان كتابة أو شعر أو غناء أو موسيقى أصبح في كثير من المدعين. وأنا كتبت ملاحظة بس أستاذ نزار يمكن ما قراها قبل، لما حضرتك تفضلتي أنه بفناني المطاعم، الحقيقة كلنا واصلين مرحلة من الألم للمستوى الضحل اللي وصل للفن، لكن اللي رجع الأمل شغلة صغيرة كثير ببرنامج أنا لا أحبه أصلاً اللي هو The Voice Kids، لأنه بالأطفال نعمل مسابقة للأطفال ونجرح مشاعرهم بهالوقت بهالبراعم هذه، نخليهم بالصراع الكومبيتيشن من يفوز منافسة، أنا لا آمن فيها. لكن في شيء فعلاً هالبراعم الحلوة اللي طلعت، انتبهي ولا حد غنى من أغاني الهابطة. إذا حدا غنى فيهم شيء فغنى طرب، غنى قديم، غنى ثقيل، معناته الغثاء يمضي، اللي يبقى بالأرض هو اللي يفيد الأرض، وأنتوا عبارة عن ملح الأرض اللي 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 رح يثمر. فوجودكم بحياتنا رحمة، أولاً هو وجودكم رحمة، وفعلا هل الطاقه الايجابيه التي تتجمع حول الكون رغم كل هالشر اللي الطافح بكل مكان، نهايتها واضح انه الخير جاي، وجاي باسرع مما نتخيل. والدي دائما كان يكرر، وكثير من العالم تقول اشتدي يا ازمه تنفرجي، اكثر من هالشده هاي ما بقى يصير. وحضرتك تفضلتي بالنسبة أنتو هالقلال اللي بعدكم قلبكم ينبض على نبض فلسطين، صدقيني اللي صار واللي دا يصير اليوم صح ظاهرة مؤلم جدا، بس باطنة رحمة، لأنه إيمان عميق من الداخل هالهرولة اللي عم تصير، والإنسان لما يسرع يغلط، وبلش الشر يغلط ويغلط بكمية أخطاء مميتة. نعم. فنهايتها نعم. خير وخير قريب جدا. حضرتك أستاذ هاني بدك تشرفنا بموريال، مية أهلا وسهلا فيك. تعال جمعنا خمسة بلازل ارتاح نطل المشاهد شو يفتح يا جماعة، معنا فيزة سياحة على موريال، مية هلا بيكم، مية هلا بيكم، بس محمسين ما فينا نطلع السياحة على موريال بظل كورونا، ولكن هلا عم بقول لي صار كنا قاعدين معك بالغرفة عم نعمل المقابلة معك من حدك يعني، بس مع الأسف نحن محبوسين ما فينا نطيق المحل. شكرا مدام بانا، شكرا مدام بان قزويني، شكرا جزيلا. شكرا كثير، شكرا كثير لمداخلتك الحقيقة، عن جد كلام جميل وراقي، وهيك يعني رسمت صورة هيك كثير واضحة، وحكيت عن تفاصيل باختصار شديد بس كثير رسالتها واضحة. شكرا كثير عن جد لكل شيء قلتي. وبخصوص The Voice Kids أنا بدي أحكي شغلة وبعدين رح خلي هاني يحكي شغلة تاني. أنا اللي بدي أحكي إنه أنا ضد هالبرنامج. تمام.
يعني ضده لعدة أسباب. أهم سبب هو إنه طيب بعدين وين يعني هالأطفال أو المراهقين أو هالشباب اللي عم يتباروا بهالبرنامج بعدين لوين عم ناخدهم؟ يعني طاقات ما في شك إنه طاقات كبيرة كتير، يعني الدنيا ما بتخلق ورح يضل في طاقات ورح يضل في ناس يعني مواهب عظيمة موجودة، بس خلص البرنامج وين راحوا هؤلاء الشباب؟ حتى لو كانوا عم بيغنوا أغاني طربية وأغاني تقيلة وأغاني من الذاكرة وأهاليهم محافظين على هذا الموضوع، بس البرنامج وين أخدهم؟ شو عطاهم فرصة؟ يعني حطهم بمحل صاروا مفتكرين حالهم النجوم، وبعدين يعني هيدا النجم وين بده يوصل؟ شو بده يعمل بحياته؟ لا قادر بقى يتخلى عن فكرة إنه هو نجم، ولا هو نجم حقيقي لحتى يبدع ويعطينا الإبداع اللي بيليق بموهبته به. هذا بالنسبة لإلي ذا بوسكيت. هلأ هاني اشتغل مع الشباب، تفضل يا هاني. هي اللي عم يدعم فكرة أميمة، ببقى إنه أميمة هي جاية من مبدأ إنه هي هاي تجربتها وبتعرف التأثير على الطفل، وهي فكرتها ممكن ما توافقوا عليها. أنا تعرفت على الفويس كيدز بتجارب يعني أصبحت مملة، صار لي سنة معهم لأنه تعاونت مع الـ UNDP اللي هو الـ برنامج الأمم المتحدة للإنمائي، تعاوننا لحتى يقدروا يطلقوا بالمنطقة العربية شيء اسمه كالندريي 2030 أو رزنامة 2030، ألا وهي الأهداف المستدامة 17 ثانية مستدامة. وقرروا الجماعة أن يكون في عندهم بروجرام اللي هو متوجه للشباب ليتبنوا هالأهداف ويمشوا. واختاروا 7 أطفال نجحوا بالمراحل المتقدمة جداً بالفويس كيدز، كل طفل من دولة عربية، ليقوموا هني بالمرحلة. عملنا أغنية والأغنية حتى متعلينا نتعرف على الأولاد عن كثب ونعيش معهم، وأنا أعمل لهم كوتشين مهذبين كثير. إنما فعلا ما فينا نقول، ما في يقولكم قديش عالي نسبة ال إنه ما حقول ثقة بالنفس طبعاً، بس الجماعة كل طفل منهم عنده 700,000 متابع صار. يعني هذا بحط له بوست على إنستغرام بعد ما ترك الفويس كيد بيجي 1500 لايك على الانستغرام، بس بتتكي بتتكي يعني. فهالاطفال عايشين هيدا الوهم، تغيرت. في منهم مش قبلانين، في منهم مش قبلانين، رفضوا يكفوا، بدهم يدرسوا يكفوا درسهم وكذا، وفي منهم لا معتبرين انه هن فايتين على تجربه الغناء وفايتين فيها بالعرض، يعني خلاص بدهم هن فنانين، انتهت القصه. يعرفت كيف؟ وطبعاً هني كل همهم الأولاد يصير عندهم نجومية قريبة لنجومية الناس اللي بلشوا عندهم سنتين وثلاثة، يعني ما عم يحكي نجومية فلان صاروا 30 سنة بيغني أو بيألف. مسرحيات الأخوان عبادي. فالأولاد فعلاً عادلين بهالمحل وبيعرفوا ضمناً إنه لما تحكي معهم هني الطفل الفلاني اللي ربح عن فئة كذا بفويس، يعني ما قادر يقيم شيء تاني بحقيقة، يتعاطى بهالطريقة. كثير عم يتعذب، كثير تعذبنا وكثير عم يتعذب لدرجه انه ساعاتها من بنقول ما عاد فينا نكفي معه بهالطريقه، بدنا حدا شوي على الارض يجري واقع على الطريق يوم، لانه هيدي مهمه، المفروض يكون حدا في عنده شويه شو بقوله؟ التزام، طولة بال والتزام، التزام حقيقي يعني. وما ممكن تلاقي بالعالم العربي والوطن العربي فنان مبتدئ وعنده التزام، هيدي صعب تلاقيها لا بالقدام ولا بالجديد. بدك تدور على الالتزام، بدك تشوف هو عن شو عم يغني، عن شو عم يحكي. ما حدا منهم عنده التزام بدءا من الـ من الـ من الاجتماعات الميتينجز، التقيد باي ايفنت بدك تعمله، بيبعت مدير اعماله وما بيجي هو، في منهم بيكون عنده تسجيل بالاستوديو وما بيجي. بتعرف لك بقول لك انا عندي تسجيل اليوم
قلت له انت من ساعتين كان بفوتكم بالاستوديو، بيقول لك اه طيب فينا نعمل الشهر الجاي ويغني له له تفكير. سو يعني قديش الضرر اللي هالخلاصه قديش الضرر اللي عم يلحق هالشباب قديش يعني نسبته نسبه عاليه كثير الحقيقه. نحن عم نضرهم كثير، ما عم نفتح قدامهم يعني ابواب هيك فيها ضوء. شكرا كثير على الاجابه وعلى السؤال. ناخذ سؤال مدام بانا. مدام بانا مادي صلفات الرافعه، اذا ما تواخذينا يا عمي تاخرنا عليكي، تفضلي مدام بانا. اول شيء مساء الخير للي عندهم ليل وصباح الخير للي عندهم دنيا صباح. انا اسمي بانا، عمري 27 سنة. أول إشي أنا بعرف إنه سنة 2020 كانت كتير صعبة، بس ما بعرف أنا معي حققت لي كل أحلامي هاي السنة. فأول شيء يعني شيء غريب صراحة، يعني هاي سخرية القدر. بس أنا بصراحة مبارح لما قرأت على الفيسبوك تاع مدام أميمة، أول إشي يعني شكرا كتير لوجودك مدام أميمة والأستاذ هاني وللكل أكيد. أنا ما بعرف فهمت الموضوع غلط، أنا فكرت رح يكون لايف وإحنا نحضر نتفرج، وكنت كثير متحمسة. فاليوم لما فتت طلع أنه لا، يعني رح نحكي ونشارك. هلأ أنا لاجئة فلسطينية موجودة في الأردن من مدينة حيفا أنا أصلاً، وأنا طبعاً اتربيت على برضو زي ما حكت هون الآنسة أنه ما بدي أكبر مدام أميمة، بس أنه تربينا على أغاني مدام أميمة ومرسال خليفة، وكان هذا يعني علمونا ستي أو أهلي الوطن ومعنى الوطن من خلال هاي الأغاني. يعني أنا خلقت على الدنيا ستي بس تفتح تلفزيون فلسطين تسمعكم وبتبكي، فهاي الطفولة كانت عنا للأسف. فأنا يعني اليوم موجودة، كنت دائما بستنى إنه مدام أميمة تكون موجودة في عمان عشان أنا أقدر إنه أشوف، وللأسف أكيد كانت موجودة ممكن قبل أكم من سنة، بس يعني كان صعب. إحنا عنا يعني الحركة الثقافية بعمان دائما في مخاض مستمر، ف يعني بالسنة ممكن مرة يجي حدا. والسنة الماضية أنا تشرفت إني شفت أستاذ مرسال، فأنا بس بدي أعقب على اللي حكاه أستاذ هاني، إنه هو حكى عن القضية الفلسطينية وهلأ كيف إنه فعلاً كل شيء عم بصير بس لحتى ننسى هالقضية أو الناس ينسوا هالقضية ويلتهوا في استهلاكية الحياة والطبيعة الاستهلاكية. فأنا بس بدي مش سؤال، بس بدي أحكي إنه لو سمحتوا ضلكم هيك، ضلكم إنه أنتوا أصحاب القضية عن جد. نسمع أغنية فيها إشي عن الوطن، نحن هيو بنحط الكوفية هون حتى ما بنقدر نلبسها، فما بتتخيلوا حتى لما بنفتح وبنشوفكم بالفيديو ومن بعيد انه انتم لابسين الكوفية او حاطينها او موجودة على المسرح، قد ايه انتم بتحسسونا انه في حدا معنا. وجعنا وجع عام، وجع عربي، وجع انساني، مش بس وجع فردي. ف يعني اذا انتم يئستوا او انتم هاجرتوا او انتم بطلتوا او وقفتوا، فعلا احنا ما بتتخيلوا احنا كشباب قد ايه رح نفقد من أملنا ومن شغفنا ومن طموحنا. لأنه بنفتح الراديو ما في أغاني، بنفتح التلفزيون ما في أغاني تنسمع، فحتى على السوشيال ميديا يعني الشيء صار مأساة عامة. فشكراً إنكم هيك، ونتمنى إنكم تضلكم هيك لأنه أنتوا عن جد الأمل. وبتخيل إنه مدام أميمة قدرت تفهمنا، لأنه عندك شاب الله يخلي لك إياه يعني من عمرنا، فنحن كثير عم نوصل يعني لحفة انه نخسر الامل وما بعرف كيف بنرجع. يمكن انه زي ما بيحكي درويش يعني نحب الحياه اذا ما استطعنا اليها سبيلا، وهذا الشيء اللي عم نعيش عليه كل يوم. فلا خليكم هيك كثير، واحنا كثير مبسوطين فيكم، وعن جد انا كثير مبسوطه. انا مش مصدقه، انا يعني كنت بحلم اشوفك بتغني على الستيج ومن بعيد، انا هلا عم بحكي معك كثير عادي. فبس شكرا كثير لوجودكم، وعن جد كثير بحبكم كثير بحترمكم، وانتم قدوه وعن جد أمل مستمر يعني. وأنا فخورة أني عربية، لأنه في عنا ناس عن جد بيعرفوا بالفن وبيعرفوا بأنه الفن رسالة إنسانية قبل ما يكون أنه بس مصاري وبس أنه أنا أطلع على الستيج. ويعني أنا للأسف إجوا ناس على عمان بدون ذكر أسماء فنانين كنت أفكر أنهم أصحاب قضية يعني كثير كثير كبيرة، كان حق التكت يتجاوز مبلغ خيالي جداً. فأنا حتى موضوع إنه أنتوا التيكتس تاعونكم أسعارها في متناول الجميع، صدقوني هذا مقدر عند الناس اللي بتفهم. وبنعرف قد إيه أنتوا تحملتوا وضحيتوا بحياتكم عشان ضلكم موجودين في هذا الشرق يعني النازف أملاً يعني. فشكراً لكم وبس هيك. شكراً شكراً شكراً. تفضلي تفضلي أستاذ هاني، تفضلي مدام أميمة، شو بتجابوا عن حكي؟ يا بانا انبسطنا كثير فيكي،
والحقيقة اللي يعني الشباب واللي من جيل الشبيبة يعني الشباب وبنات اللي من جيل بانا قديش مهم يعني هيدا الوعي اللي عندهم مهم كتير. وأنا يعني طبعاً صوتي عطول لفلسطين ومرات بقول يا خوفي إنه فلسطين تصير بس فكرة يعني هيك وذكرى، بس برجع بقول هيك جواتي في شيء بيقول لي إنه يعني هذا العدو بده يدوم، ما ممكن يقدر يعني ما ممكن يعيش وياكلنا، يعني بده يدوم فينا بيوم من الأيام. وما بعرف كيف هيك بحس يقيني إنه رح روح على فلسطين يعني إذا مش أنا ابني، إذا مش أنا ابني. وفلسطين يعني عايشة معنا وعايشة بصوتي، يعني إذا بمشي بالبيت وفرجيكم يعني في كتير أشياء من فلسطين، من خريطة، من رسومات، من بتعرف جوانا أجيت لعندي على البيت شافت في كثير اشياء من كوفية، يعني منا انه هيك يعني نحن مع القضية الفلسطينية للبهورة ولحتى نجيب فولورز ولحتى لا، نحن مع القضية الفلسطينية لانه يعني ما بالنسبة لي ما بقدر استوعب انه باي يعني تحت اي مبرر نبرر لحالنا انه نقتل شعب ونسرق له أرضه ونهدم له بيوته ونزور الهوية ونسرق الموسيقى ونسرق التراث والأكل وكل شيء، إنه يعني كيف منشيل شعب ومنحط محله شعب تاني؟ يعني ما في مبرر لحتى أي حدا على الكرة الأرضية إنه يعمل هذا الشيء. فكيف بدها تروح فلسطين؟ ما ممكن يعني. شو رأيك يا هاني؟ شغلك بخبرتي من وراء قصة التطبيع عم يطلعوا أصوات عربية تقول إنه هذه الأرض ما لها حق للفلسطينيين، هذه الحق مش لهم، هذه الأرض مش لهم بالأساس، إذا تسترد إلى أهلها ترتجع إلى أهلها. برد مبلغ هذا أكيد. هاو بضحك عليك يعني، يعني معظم اللي مهاجرين على الأرض المحتلة عم يجوا من بلدان بحياتهم شافوا المنطقة العربية، يعني رفق علي إذا تقول إنه لأنه اليهود اللي لهم حق يرجعوا على فلسطين اللي كانوا عايشين فيها من قبل، هودي ما خلصوا فيها هودي. بلا ما نزيد الهم يعني هودي ناس عم يشتغلوا أنا برأيي كومبينات إلى علاقة بغير قضية نهائياً. بغير قضية، طبعا نقول اسمها القضية يعني صارت معروف القضية شو هي. بس اللي بيفاجئ إنه العربي اللي عم يطبع عم صدق هالخبرية. يا سيدنا شكرا شكرا للجواب وشكرا للحماس وشكرا للدفء بهالكلام. الحقيقه يعني انا ممكن اضيف عليه بس شغله صغيره اذا سمحتوا لي مدام بانا اللي سالت السؤال الجميل والسيده ما بعرف مين كمان اذا حكيت لك، اذا بضيف انا شغله صغيره بس، ربما يكون بدايه الطريق لفلسطين انه نحن نعرف نظبط امورنا ببلادنا. يعني مثلا لما بنحل الدار بشكل صح ببيروت، لما بنعرف نلم الزبالة بشكل صح ببيروت، لما بنعرف نحل مشاكلنا ونكون بني آدم له كرامته على أبواب السفارات ببيروت وبغير بيروت، وعم يعني كلمة بيروت هي بمعنى المجازي يعني، فساعته ربما ونوصل على فلسطين بطريق أسرع بكتير. مسيو جارو صديقي العزيز عنده سؤال، تفضل خي جارو. يا ريت تفتح المايك والكاميرا كمان. مرحبا للجميع. أهلا خيي جارو. نشكر جمعيه جلجامش على هذا النشاط اللي عم بيعملوا اليوم وكل النشاطات اللي عم بيعملوها. اكيد الفنان الهوى اللي بتنشئه هو التواصل مع الجمهور، تواصل مع الجمهور بيكون بوسائل عامه، هي وسائل اعلاميه لنقول اذاعه تلفزيون صحف مجلات انترنت، وفي وسائل خاصه. اول شيء شو تقييمكم للوسائل الاعلاميه اللي موجوده لهلا؟ كيف دورة عم بتقوم بالواجب مثل ما لازم؟ وإذا ما عم بتقوم بالواجب مثل ما لازم، كيف ممكن الفنان يوصل بوسائله الخاصة للجمهور يلي بده يتابع الفن تبعه؟
وأنا بشكركم كثير. شكرا أخي جارو ومسيو جارو. بالمناسبة معنا بجمعية جلجامش راح يكون هو اللي راح يدير النقاش الأسبوع القادم على الفيلم تبع جويو نواي. بتمنى الكل يشاركونا فيه. الرابط راح يكون على صفحة الجمعية. فيلم جدير فعلا بالنقاش. شوفوا والحقونا السبت الجاي إن شاء الله. شكرا أخي جارو. شكرا يا جارو. مهم كتير السؤال. هو في كمان مراحل وخلال هذه المراحل تغير كتير الإعلام. الإعلام بكل أوجهه بكل وجوهه. يعني الصحافة المكتوبة طبعاً انضمحلت، بس بفترة يعني بفترة كانت فاعلة كتير وكانت هي الوسيلة للإعلان عن كل شيء نحن عم نعمله كفنانين. كان في أقلام وكان في يعني شخصيات هيك هواجسها مثل هواجسنا بدها تنشر الوعي وبدها تحكي ثقافة وبدها تحكي عن هويتنا وبدها تدافع عن اللغة العربية تبعيتنا إلى آخره. كانوا يهتموا وكانوا يعملوا شغلهم. في مرحلة تانية بس بلشت تدخل السوشيال ميديا أو قبل السوشيال ميديا لما بلش التلفزيون يفوت على بقوة هيك والبرامج التلفزيونية اللي هي غالب عليها الطابع الترفيهي بلشت تتراجع شوي الصحافة المكتوبة. يعني صارت مش عارفة هيك بحس أنا إنه ضاعت. أنا كانت كتير كتير كانوا يعني محاوطيني الحقيقة الصحافة المكتوبة وكتير كتير كان عندي أصحاب وكتير كانوا يتابعوني ويهتموا بشغلي الحقيقة. بس التلفزيون إجا شوي هيك ضعضع الأفكار شوي صار التهوا بالشكل شوي التهوا بالشكل. يعني أنا بتذكر لما عملنا أول عمل أنا وهاني بالألفين كان اسمه أميمة عملنا عمل هلأ إذا بتسمعوا يعني مقاربة للموسيقى الإلكترونية كانت كتير تجربة رائدة بهذاك الوقت. والصحافة المكتوبة ضاعت شوي بقصة إنه أنا شكلي ليش شعري أحمر وليش شعري قصير وهذا الأحمر هو غير الأحمر تبعه الزمان اللي كان كنت غني عليها وكنت غني أرض اللي ترابي زهر وكنت. يعني التهوا بشكلي أكثر ما قبل ما يسمعوا الشغل حكموا من كليب على هذا الشغل. طبعاً هذا الشغل هو يعني محطة لامعة وبراقة بمسيرتي الفنية موجود كله طبعاً على هلأ بسرعة تغيرت النظرة لما سمعوا العمل لأنه العمل عن جد قوي كثير كان وتبنوه يعني الشباب خاصة وهذا اللي مهم لأنه الشباب بياخدوه كمان يكملوا فيه. فهون الصحافة المكتوبة شوي بلشت هيك تتراجع وحضورها يتراجع وتتراجع عن دورة. اجت السوشيال ميديا وكلنا شايفين انه ياما في صحف سكرت. السوشيال ميديا صار اذا بدكم تلفزيون لكل شخص موجود بالبيت صار في عنده محطة تلفزيون. فيعني كل حدا عمره 10 سنين عمره 12 سنة عمره 40 عمره 77 عمره 85 هذا الشخص عم بيبثلك من محطته اللي هو بده اياه. فمن وين ما بدك تجيب يعني في مرات يعني انا مثلا عمل مطر اللي هو يعني كمان هيك شغلي مني كثير بمسيرتي الفنية. مطر أنشودة المطر لبدر شاكر السياب والتأليف الموسيقي من عبدالله المصري صديقي ومن المؤلفين المعاصرين اللبنانيين اللي مهمين كتير فكرهم ورؤيتهم للموسيقى. وقتها جينا لإطلاق ألبوم مطر عملت أنا دوسيه صحفي وزعته على كل الصحافة المكتوبة والمسموعة والمرئية. وهذا الدوسيه هو ذاته في مادة مكتوبة ملخص في عن عبد الله في عن بدر شاكر السياب في عن أميمة الخليل في عن رامي خليفة لأنه كان مشارك بالعمل وفي عن السيمفوني كابيلا أوف رشا.
وفي عن المايسترو اللي قاد العمل وقتها سجلناه بموسكو، وفي الاوديو وفي فيلم صغير صورناه بروموسيون لهالعمل. تبعتوا انت هالدوسيه للصحافه المكتوبه، بيتصلوا فيك ناس، شو فيك تخبرنا عن العمل؟ ما فيني خبركم شيء عن العمل يا عمي، بعد دوسيه. قال ايه عرفت، قال لي فلان انه بعت لي الدوسيه بس ما في شيء تحكيني. انه لا ما في شيء احكي هيك بهالنبره، انه لا ما في شيء احكي. يا عمي انا عملت شغلي، عملوا شغلكم، طيب شو بدكم تعملوا؟ يعني اذا ما بدك تعملي شيء افتحي الدوسيه بيطلع كل شيء قدامك، حتى رقم عبد الله المصري عندك اياه اتصلي فيه اسالي السؤال بدك، رقم رامي خليفه موجود اتصلي فيه اسالي، الايميلات. طيب صرنا بدنا نشتغل كمان، يعني الصحافه تخلت عن دورها بكثير محلات، بكثير محلات تخلت عن دورها. في اشياء لازم يشوفوها هن، في اشياء لازم يفتشوا عليها قد ايه عم يعملوا هذا الشيء. فالتلفزيون حدث ولا حرج، طبعا في اشياء مهمه، في برامج مهمه وقيمه انا طلعت فيها على التلفزيون حتى تطلع الناس، بس ما بطل ببرامج بس ترفيهيه، مش هيدا هو يعني المكان اللي انا بشوف حالي قادره قول مين انا وقادره اعبر عن حالي وحط تجربتي الفنيه الطويله بهالمكان. يعني ما بحب صغيرها لحطها بمكان بس للترفيه، وفكره الترفيه بالفن هي سائده للاسف، انه اذا بتقول له انا بغني، يعني انا بغني لحتى يرقص يعتبر بغني ترقصه، او بغني لحتى هو عم يشرب كاس ينبسط انه عم يسمع صوت عم يغني له، او بغني له لحتى يدبك انه هيك بالنسبه لنا نحن الفنون للاسف. فالصحافه المكتوبه والصحافه المرئيه والمسموعه بالمجمل بالاغلبيه، مش بالمجمل بالاغلبيه، في لانه كثير ناس جديين وبعدهم حافظين، بالاغلبيه هالصحافه راحت بهالموجه، يعني راحت. مسيو هاني ناطرين منك عم تطلع فيك تقول انت شو عندك حكي اليوم. بروفايلك على يوتيوب غنيتك مليون فيور تعملك $150. إذا عندك ب500,000 سبسكرايبر للمليون تعمل سلوى من الغنية واحدة. فيها تكون آه يا حنا. يعني عم تحكي مثلاً أغنية مثل أغاني اللي ضربت هلأ أودي البسيطين عم تعمل 400,000,000 فيور على العالم العربي الغنية، يعني شو ما كانت الغنية صاحبها من كل مليون بيطلع $150. هذا شو بقى بده من حفلات؟ خلاص عم يجي مصاري كل مليون $150. أو يفتش على نص ويدفع لموسيقي ويدفع لشاعر، شو بده مشغله؟ بيكتب هو وبيحط وبيظبط وبيمشي الحال. عرفت شو؟ والناس تصدق، الناس يعني مش بتصدق، مش بتصدق، لا أكيد الناس بتعرف شو، بتعرف وين الحقيقي وين القيم وإلى آخره، بس حتى أمام الخليل اليوم، أمام الخليل نزلت غنية والله وفقها وعملت 300,000,000 فيور، هاي سنة، هاي سنة عم تحكي 30-35,000 دولار يعني من غنية. يعني كيف بدي أقول لك، صاير الإعلام، إن شاء الله نكون جاوبنا لنقارو أولنا كتير، صاير الإعلام يعني مثل اللي بيخليك تصدق شيء ما لازم تصدقه. الرقم موجود يخليك تصدق شيء ما لازم تصدقه، لأنه مش مفيد تصدقه، ما بيجيب لك شيء يعني إذا صدقته عم يضرك. هذا ردكن بيخطر ببالي سؤال تاني عن حقوق الفنان، كيف ممكن يحافظ الفنان على حقوقه، حقوق النشر؟ تعرف السرقة ماشي وما في محاسبة على حقوق الفنانين، مين عم يحمي هالحقوق؟
وممكن مثلا انه الفنان يوسع مجالاته انه يختار كمان لغات تانية غير اللغة العربية كمان. هذا كمان سؤال بيتبادر لذهني. انا بجاوبك على الشكل التقني منه ما في شيء بيحمي لك حقوقك المعنوية والميكانيكية اصلا معك موجودة. لا صراحة استبيح كل شيء على اليوتيوب صار في اي انسان غنيتك ينزل لك اياه هو يعملها كفر وما كفر ما بعرف قصص هيك والملكية الحقيقية للفنان بتحميه بس إذا حدا أعاد صياغة غنية أو أطلق غنية وعمل هو مؤلفها بحيث أنك ترفع دعوة عليه وإذا حصلك حلو بيطلع فنان أوروبي أو أمريكي بترفع دعوة عليه بيطلع لك $1,000,000 شغلة قالوا شغلة صعبة كثير من زمان هاي الموضوع لحقوق الحقوق مربوطة يعني كانت مربوطة أول شيء ببث الأغنية والبيع قبل ما كان في ستريمينج وكان في الإلكترونيك البلاتو إلكترونيك قبل سبوتيفاي وقبل أنغامي وقبل آي تيون كان في شيء اسمه إذاعات وتلفزيونات ومحطات وقصص هيك من هودي كنا نطلع مصاري ومن أداء الأغنية يعني تخيل حالك إنه أغنيتك لما تنحط بهالباب أو ريستوران هالريستوران ملزم يدفع عليها للأغنية لا سوسيتي دي زوتور دي كومبوزيتور اللي هي ساسان مع نسموها نحن بالدول العربية ما في مونيتورينج لهذا الشيء مش موجود نادر 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 ابدا 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 مؤسسات لا في لا موجودة المونيتورينج مش موجود المونيتورينج مش موجود المؤسسات موجودة يعني الباص كله موجود بطل كانوا يدفعوا قليل منهم كانوا يدفعوا في بعض المحطات كانوا يدفعوا ايه السؤال الثاني شو؟ السؤال الثاني اذا اللغة العربية ما بتأدي كيف فينا نوصل؟ مثلا انا بعرف عن الفنانين الكنديين من اصول عربية اغلبيتهم بيأدوا بانجليزي والفرنساوي وفي كتير مثلا رابرز وراي وما بعرف شو بفرنسا من الجزائر او المغرب دائما بالفرنساوي فهي ممكن مجال حتى الفنان يقدر يتوسع كمان مع المحافظة على النفحة الشرقية تبع أغانينا. هلا بالمبدأ ما بعرف إذا هاني عنده جواب أنا بالمبدأ ما عندي مانع إني غني أي شكل موسيقي إذا كان المسؤول عن هالشكل هو موسيقي وعارف حاله شو عم يعمل وحتى اللغة حتى أن يكون عم غني بلغة تانية وما عندي مانع أنه يكون في تجارب مع الناس بيحكوا لغة غير لغتي وأعمل أنا وياهم عمل مشترك غني قسم باللغة العربية قسم بلغة فرنسية أو إنجليزي إلى آخره ما عندي أي مانع بس مش أنه نعمل هيدا الشيء لحتى نحن ننتشر بالدول الأوروبية أو بأمريكا لأنه ما رح ننتشر بهالطريقة يعني إذا ما بدهم ينشروك لما بدهم ينشروك بينشروك باللغة اللي أنت عم تغني فيها ما بدهم يفتحوا لك بوابهم ولما بدهم يسكروا بوابهم بوجهك لو كنت شو ما عم تغني لغة ما بدهم يفتحوا لك هالبواب هاي من بعد تجربتنا يعني تجربة طويلة وصلنا لهذه النتيجة فاللغة مش هي اللي بتفتح بواب ومش هي العائق ابدا ابدا شكرا للجواب ما بعرف استاذ هاني عنده شيء بده يقوله بكل الاحوال شكرا اخي جارو كثير نحن عم نسال السؤال وصار وصار بتمارين الفرنسيه والانجليزيه على اللغتين الانجليزيه والفرنسيه انا لما كنت صغيره وتمرن كثير سكر هالباب اوضه القعده ببيت اهلي بالمفتاح قفل وأقعد بالساعات غني شيء فرنساوي وشيء إنجليزي بحب كتير كنت غني باللغة الفرنسية تحديدا لأنه درست فرنسي فكنت حب كتير يعني ما كان عندي مانع ما يعني ما كان شيء مستهجن بالنسبة لي إني أنا غني بلغة تانية طبعا إنه موسيقى وشيء هيك حلو كتير لذيذ عم بعمله فمنيحة بالتمارين بهذه الأشياء وقت بدك بتحوش شكرا كثير حقيقة هلا صار ساعة عندكم ببيروت بيروت الغالية لبنان الحبيب صار ساعة عندكم 11:30
11 ونص وأربع دقائق. تعبتوا يا جماعة شيء؟ أنتوا أستاذ هاني مدام أميمة تعبتوا؟ لا لا شو تعبنا؟ هلا أنا شايف عيونه حمر. لا أنا عمل حمر أصلاً ما بقر إذا ما أفكار عم تدور براسه في واحدة منه عمتى بدي روح نام. لا بس هو بيقعد بيقضي وقت كتير الحقيقة قدام شاشة الكمبيوتر فش طبيعي يتعب عيونه طبيعي. على كل ناخذ هلا نحن في عنا هسه مجال للسؤال بعدين يعني بننهي اللقاء الجميل الممتع الحلو كثير اللي احنا يعني انا بعتبر هذا شرف لنا بجامعة جلجامش لكل العاملين معنا لاستاذ احمد مدام ومدام صبا ومسيو جارو ونحن عم نشتغل ونزار ويارا كل هالأكيب اللي عم يشير ورا جلجامش وبيحط الأفلام تبعه والآخرين. إحنا نعتبر شرف إلنا اليوم وسرور إلنا بالغ إنه عملنا هاللقاء معكم وخلينا خلينا هالشباب الحلوين مثل مدام بانا مثل الأنسي بانا مثل الأنسي اللي تبع بالمغرب أم هاند اسمها ندى ندى عفوا اسمها ندى وجوانا عندكم حي حكيون هالجميل هذا حكي هالشباب الحلو هو اللي بيخلي الواحد ربما يتأمل شوي بالمستقبل. حدا عنده شي سؤال يا جماعة بيحب يطرحه على الأحبة الغوالي أميمة وهاني من بيروت؟ إذا ما حد عنده أخونا أحمد عندك شي سؤال بتحب تحكيه صديقنا أحمد؟ مرحبا يا أحمد. مرحبا كيفكن؟ مشتاقين والله. يا هلا يا هلا. منشكركن كتير كتير على هاللقاء هذا. يا هلا سهلا مشتاقين والله. كلامكن بيعطينا أمل. شكرا. ان شاء الله يا حلو حلو ان شاء الله تلاقونا قريبا جدا جدا. مين اهلا يا هلا ناطريكم بمونتريال لنحاول ان شاء الله كيف بدي اقول يعني انتم الفن من عندكم لكن احنا نحاول نخلي وجودكم مشع اكثر واكثر ان شاء الله يا رب. شغله ثانيه بحب اقولها من خلال اللقاء لكل اللي عم يسمعنا ربما هذا اللقاء راح يسجل وراح ينحط على اليوتيوب شانل تبع جمعية جلجامش على قناة جمعية جلجامش. بحب لكل اللي راح يسمعوا له اللقاء يقولوا انه اذا حط لايك او اذا حط اشترك بالقناه تبع أميمة خليل وهاني السبليني فهذا الشيء له اثر. هلا حكينا نحن بشكل سلبي قلنا على جماعه خلينا نسميه فنانين تبقى قبلني ثاني بالدور التحتاني هذول اللي مالكين الساحه هلا انه عم يشكل لهم مردود عم يشكل لهم نجاح. خلينا نحن ندعم الصوت النظيف خلينا ندعم نحن الصوت اللي متمناه يوصل للناس صوت هاني وأميمة وأمثال هاني وأميمة والحمد لله هن كتار موجودين خلينا نشوفهم ونقول إنه هن بحاجة لدعمنا ليستمروا ليقولوا الكلمة الحلوة. إذا حدا ما عنده سؤال أنا بقول ألف شكر لأميمة ألف شكر لهاني وبرجع بلش من ألف شكر لهاني وألف شكر لأميمة بينكم لهاني ملاحظة صغيرة عفوا سيد جلجامش بس ملاحظة صغيرة بدي أقول لسيدة أميمة وأستاذ هاني يا ريت على صفحتك بالفيسبوك إذا في يعني حفلة أو أي لقاء تواصلي بالمغرب يكون لنا علم بس قبل بشوي لأنه غالبا بيكون النشر بس يعني بيكون الحفل يعني حصل أوريدي بس يا ريت هيك يكون في اشعار قبل لحتى نقدر ننظم ونكون حاضرين معكم لانه عن جد نحتاج لهيك. دائما نشر وقت كثير بنرجع نعيد بوستات نحن ما من ابدا يمكن قبل ما بنعيد يمكن ما بنعيد بوستات هاي المشكله يمكن ما بنعيد بس بنعمل ايفنت ما بنعيد يعني ما بنعيد انا يمكن من نوع الناس اللي ما بحب ماني لجوجي بالتسويق يعني ما بحب اني اتبع هذه الطريقه فبس هو بيكون ايفنت يعني اكيد بنكون عاملينه ايفنت فعطول موجود لازم يكون منشاف يعني هالمره ما لحقنا نعمل ايفنت لانه كان عندنا تصوير متعب بفتره هيك كثير قصيره وكان عندنا قصه وفاه بسام سابا وهيك يعني بس هالمره ما لحقنا إننا نحط الإيفنت الحقيقة عزرونا بس إجمالاً شكراً كثير لكم نحن يعني أكيد لما نجي على المغرب وين ما رحنا على عمان وين ما كان بدنا جايين ما نحن رايحين نلتقي معكم فيكم فبدنا لحمة يا دعمل يعني في حال سألنا شو جديدكم يعني حدا سألنا شو جديدكم بس
فيكم على صفحة أميمة آخر حوار قطع اللي بوصلكم للحفل اللي أطلق يوم الخميس الماضي من قبل نامي يبروب على UNDP اللي فيه نور ومصورة بس بيانو الصوت راح يا أخي هاني أستاذ هاني العزيز الصوت راح ما بعرف لما راح رح نرجع نجيبه هلا يمكن بس راح لشي محل لأنه حتى مدام حتى الأنسي نادى كمان يمكن جمدت صورته ما بعرف ليش كأنه الإنترنت هلا رجع اشتغل للأسف كأنه انقطع الاتصال مع هاني وميمة ممكن قطعت الكهرباء في بيروت هن إذا عايشين على الكهرباء تبع الحكومة مشكلة هن أكيد عندهم اشتراك ما يرجعوا ان شاء الله يرجع هلا مشان نعرف نقول لهم شكرا مشان نشكرهم منيح على هاللقاء الحلو هذا اللي عملوه اللقاء الاريح لقاء خلينا نسميه الاحبه الحقيقه كان لقاء كثير دافي معهم جماعه منفتحين جماعه حلوين جماعه نضاف عم بسمعك ايه عم بسمعك شو عم تقول سامعك انا سامعك ما انت اللي وقفت الاتصالات اللي خربت الحكايه كلها لا والله ما بعرف شو صار بال فجاه كان عم يحكي هاني عم بيقول انه على صفحتي في مش بس حفل يو ان دي بي اللي هو اكثر واحد يعني قريب بالوقت عملناه من 3 ايام قبله كمان مش بزمان كان في غنيه جديده وكتير خاصة بالنسبة لي هذه الغنية تجربة لأول مرة بشتغل أنا وأخي هو موسيقي عازف عود وأستاذ آلة العود بالكونسيرفاتوار وبالأوركسترا العربية بالكونسيرفاتوار فلأول مرة بطلب منه أنه يلحلي على نص لصديقنا الإعلامي المهرم اللي بحبه كتير سامي كلاي وأنا وخي وإختي عم نغني هالأغنية فهي الأغنية سيار بالنسبة لي اسمها ناطرة أمل هلأ إذا ما قدرتوا تشوفوها على فيسبوك صارت تحت رح أرجع أنا بعد شوي إنعشا بس فيكم تشوفوها أكيد على يوتيوب على يوتيوب الخاص فيي فبتشوفوا كل الأشياء الجديدة اللي انعملت خلال فترة الحجر واللي كان عم يعملوا هاني حفل UNDP أنا كنت ضيفي طبعاً بها الحفل هاني هو مؤلف الأغنية اللي هي أطلق الحفل عمل الحفل لإطلاقها أغنية أهدافي بس أنا ضليت كضيفي بأغنية عصفور مع هاني على البيانو بالنسبة لإلي يمكن من أجمل النسخات اللي تغنيت عصفور فيها كان العزف أو المغنى فهيدي كمان موجودة على صفحتي وعلى اليوتيوب الخاص باليو ان دي بي هلا انا بنزل كليب كمان لحالها نزع عصفور كليب لحالها حلو حلو الحقيقه نحن بلشنا الحديث ربما من اول اسئله كنا على الهويه الفنيه وهويه الموسيقي وهويه المغني فالبصمه الموسيقيه لهاني الحقيقه بتتميز بتنعرف ولو سمع الواحد منه مقطع من شوي صغيره من عزف على بيانو بيعرف انه هذا هاني مثل ما كنا نعرف الحقيقه أنا أوقات بيمرق مقطع موسيقي لزياد الرحباني ضمن غنية تانية أو ضمن له نادى زياد أنا كشوها فهيدي لزياد فالهوية تبعكم الحقيقة والبصمة الموسيقية تبعكم الفنية الموسيقية ولفكركم موجودة عند الناس من طنجة إلى العراق وهذا الشيء شفتوه هلا حتى مدام بانا ومدام ندى ومدام جوانا والنزار ويارا وصيبا وكل هالعالم هدول اللي بيعرفوكم وبيحبوكم بتمنوا انه تضلوا دائما موجودين بافقكم الفكري والفني شكرا لكم جزيلا احمد لا ايه احمد لا احمد غير البنات احمد هو غير البنات احمد بسمى الا البنات وهو بس معلش انا عندي ميل لهذا الموضوع عندي هيك ميل طبيعي فيزيولوجي معلش سامحوني يا عمي سامحوني حلو كثير نحن اللي بدنا نشكركم الحقيقه عن جد يعني هي اول مره انا وهاني بنقعد هيك بجلسه كانه عاملين زياره بمحل
كثير حلو، ان شاء الله يكون صداها عند الناس اللي ما قدروا يشوفوها لايف يشوفوها بعدين. صدى حلو، شكرا كثير.